السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في عنا موضوع جديد هنتكلم عنه، وضايل الموضوع يعني ما مش ضايلكم وخلص ان شاء الله. واضح. اليوم موضوعنا او الفترة هذه ان شاء الله يكون هو عن اللايت. شفنا الكاميرا، شفنا الاوديو والمايكروفون، ماشي. ضايل عندنا برضو شغلة من الأشياء اللي لازم ننتبه عليها أثناء عملية التصوير، هي اللايت. حنشوف اليوم هيك مقدمة بسيطة عن اللايت كمفهومة من ناحية علمية، وكيف بيتم تعريف الألوان. بعد هيك للمحاضرات الجاية حنتعرف على أنواع اللايت وش التأثيرات اللي بتعطيها كل نوع من أنواع اللايت، ماشي. طيب، ففي هذا الشابتر او في البداية اليوم ان شاء الله هنتكلم، حنشوف ايش مفهوم اللايت في من ناحية جمالية. حنشوف ايش طبعا اللي هو اللايت اند كلر انتر اكشن، ايش علاقة الاضاءة بالالوان، كيف احنا بنشوف الالوان تاعتنا هاي. المحاضرات الجاية ان شاء الله حنشوف اللي هي اللايت انسترومنت، معدات الاضاءة المستخدمة لاعطاء الاضاءة، واللايت ميجرمنتس كيف بيقيسوا شدة الإضاءة، واللايت بوزيشنج كيف أنا أرتب أماكن الإضاءة، تمام. هذه هي المواضيع اللي راح يتكلم عنها شابتر اللايت اليوم إن شاء الله. حنشوف أول نقطتين. أول شغلة في عنا حاجة اسمها اللايتنج أستيتكس، اللي هي جماليات الإضاءة. في مرق معانا يمكن من اول يوم بدينا في الماده حاجه اسمها اللي هم المدارس او الطرق اللي بيحاولوا يعبروا فيها عن الصوره، فهي الرياليزم والمودرنزم والبوست مودرنزم، ماشي. هلقيتها بدنا نشوف اللايت في هاي المدارس كيف كل واحد بتعامل مع اللايت. مثلا في الرياليزم احنا بنعرف الرياليزم بهمهم انه اخذوا الشغله كما هي من الواقع، فالإضاءة عندهم من وين مستوحاة؟ من الواقع الطبيعي، يعني عتمة بصور والدنيا عتمة، ما بصطنعش الإضاءة، واضح؟ بدي شمس بستنى لما تبقى الشمس عزدين الظهر مثلا أروح أصور المشهد، بدي والله وهي غروب بستنى عز الغروب مثلا، زي لقطة التايتانيك اللي بتعرفوها، أخذ الجائزة عشان أخذها سورس لايت يعني من المصدر الاصلي، ما اصطنع اضاءه. فهمتوا كيف؟ فهذا ايش بسموهم؟ المدارس الواقعيه بتتعامل مع الاضاءه كما هي على ارض الواقع من غير اصطناع. لكن كم الافلام اللي بتعتمد على الاضاءه الطبيعيه؟ قليل جدا. يعني 100% معتمد على الاضاءه الطبيعيه بدون اي اضاءات اضافيه، عددها قليل. الاغلب ايش بيعمل؟ بني نيد تو يوز اديشنال لايتس، بيحتاجوا انه يضيفوا اضاءات على المكان بالاضافه للاضاءه الطبيعيه او المصدر الاصلي للاضاءه. لكن لايش بيضيفوا الاضاءات هاي؟ تو ستيمولييت انترست اور ميك ذا فيديو اور فيلم ابير كريسبر، اما لاجل انهم يعني يشدوا الانتباه، او لانهم يخلوا الصوره تبعت الفيديو او الفيلم اكثر وضوحا. وضحت الفكره؟ يعني ما بيستعملوا الاضاءات الاضافيه لاجل شيء جمالي، يعني لا، هم عشان بس يخلوا الصوره اوضح شوي، ما تبقاش مبينه معتمه اذا كان مصدر الاضاءه يعني عتم شويه الاصلي، او انهم يعني يلفتوا انتباهك لحاجه معينه، واضح. فهذا مين؟ الرياليزم. المودرنزم ايش مالهم؟ بقول لك انا بدي اتعامل مع الاضاءه كنوع من الفن، ماشي، كنوع من ايش؟ من الفن. مش ضروري اخذها من مصدرها الطبيعي، ممكن انا اختلق الاضاءه اختلاق او اصطنعها اصطناع، ماشي، عشان اعبر عن ايش؟ عن دايناميك فيجوال امبريشن، يعني هيك بيئه، او حوريكم صور هيك مرات بدي منطقه الاضاءه فيها كانها معتمه، في غرفه معتمه وقاعد والله زعلان مكتئب مش عارفه شو. فهمتوا كيف؟ فانا بستخدم الاضاءه عشان اعبر عن المشاعر
والبيئة المحيطة. فهمتوا كيف؟ فهذا معنى الإضاءة عندهم. أما مش مهم عندهم مصدر طبيعي، مش يعني مش ضروري أروح أنا أصور في الشمس ولا الدنيا عتمة عشان أجيب هذا، لا، أنا بأختلق المنظر اللي أنا عايزاه من خلال الإضاءات اللي موجودة. فهنا اللايت does not have to be from the scene source، مش ضروري تكون هي المصدر الأصلي. And is used to mean to simulate emotion، بيستخدموه عشان يحاكوا المشاعر والبيئة المحيطة تقريبا في هذا الشخص أو في هذا المكان. The audience طبعا المشاهدين اللي بتفرجوا على الصورة عارفين إنها مش مصدر طبيعي الإضاءة. واضح؟ واضحة جدا إنه الإضاءة مصطنعة ومن أدوات موجودة في داخل هذا المكان. البوست مودرنزم هذولا قالوا ما بتفرقش معانا، ممكن نشتغل وقت ما احنا محتاجين إضاءة طبيعية. يعني واحد هلقيت بنوريكم إياه صورته ماشي في الصحراء وبده يبين عليه إنه الإجهاد والتعب، بروح بصور هو ماشي في الصحراء وباخذ لقطة الشمس وهي عمودية. واضح؟ ولما بدي أنا داخل غرفة مش ضروري ضوء الشمس اللي جاي من الشباك، لا، ممكن أنا تكون الدنيا عتمة بس أنا أصطنع إضاءة تعطيني كأنه نهار. واضحة الفكرة؟ إذا فاكرين إنه أنا عندي في مناطق التصوير ممكن نصور يا في الليل يا في النهار، صح؟ طيب، لو أنا والله عندي الدنيا ليل بس بدي أعمل المشهد والمشهد مش خارجي، ممكن أعمل إضاءة تعطيكي كأنه نهار؟ ما أقدر أعمل. واضح؟ بس الفكرة إنه المنظر بده يطلع كأنه نهار. وصلت الصورة؟ في الاستوديو طبعاً عتمة، كلها مناطق عتمة، ما في عندي لا ليل ولا نهار، مبين كله عتم. فبيصطنعوا الأضواء عشان يعطيكي جو نهار أو جو العصر أو جو المغرب زي ما هم عايزين. فالبوست مودرنزم تخلط ما بين اللايت سورس الأصلي وما بين مجموعة أنواع مختلفة من الإضاءات حتى تقدر تعطيكي المشهد المتكامل. فأوفن ميكسز لايت ستايل فروم ديفرنت جينرز، يعني من أنواع مختلفة من الإضاءات، تمام؟ sometimes combining both realism and modernism، ممكن تاخذ ضوء إيش يعني realism، تاخذ المصدر الأصلي للإضاءة أو إنها تصطنع الإضاءة عشان تعبر عن المشاعر والأحاسيس والجو العام اللي موجود داخل هذا المكان. فهذا تقريبا مفهوم اللايت في الثلاث مدارس. نيجي نشوف موضوع تاني. الموضوع هذا بيحكي إيش علاقة اللايت بالكلر. إحنا بنعرف يا بنات إنه الألوان اللي بنشوفها عبارة عن نسبة من الإضاءة، ضوء أبيض. طيب، والألوان في الطبيعة مش موجود أحمر وأصفر وأخضر زي ما إحنا يعني شايفينها حقيقة، هي أساسا عبارة عن إيش؟ نوع من الإضاءة وقديش في عليها نسبة ضوء مسلط أنت بتشوفيها بالدرجة اللي أنت، طبعا إذا عينيك سليمات هلقيت راح تلاقي، إذا عينيك كويسين وبشوفوا الألوان صح بتشوف اللون صح، إذا عينيك خربانين بتشوفيهم خربانين الألوان، تمام؟ طيب، فالفكرة بين علاقة الإضاءة وعلاقة الكلر إنه الألوان، الإضاءة يا بنات عبارة عن موجات كهرومغناطيسية electromagnetic waves، ماشي؟ هذا في الطبيعة عبارة عن موجات electromagnetic radiation، عبارة عن موجات إلكترومغناطيسية، ماشي؟ كل موجة إلكترونية أو إلكترومغناطيسية عبارة عن different simply مختلفة عن الموجة الأخرى. ليش؟ ليش مختلفة عن الموجة الثانية؟ لأنه كل واحدة إلها إيه؟ wavelength، إلها طول الموجة مخصص، تمام؟ فعشان هيك بنقدر نفرق الأطوال الموجية عن بعض ونقدر نميز الألوان هاي نسب معينة. بالإنسان هنا في عنا مخطط وريكي اللي هو ألوان الطيف، ماشي؟ وألوان الطيف عنا تقريبا ماخدة من الويف لينكث 400 لحد 700، وهنا عندك الألترا فيوليت، وهنا في عنا إيش مكتوب هنا؟ الإنترا ريد، ماشي؟ اللي هي الأشعة فوق الحمراء
واللي تحت بنفسجية ولا العكس؟ لا. اللي تحت الحمراء واللي فوق البنفسجية صح؟ هيك هي، هذه فوق البنفسجية وهذيك اللي تحت الحمراء. طيب احنا ما بنشوف لا اللي تحت فوق البنفسجية ولا بنشوف الأشعة اللي تحت الحمراء، بشوفوها بأجهزة معينة ومخصصة لأنه في مقدار من الأشعة أنا ما بقدر أشوفه. أي كائن في الحياة يعني ما بعرف، شفته يمكن برنامج في ناتشرال جيوغرافي بيحكي عن كيف الكائنات بتشوف العناصر قدامها أو الكائنات الأخرى قدامها. فسبحان الله انت بتهيئ لك انه السمكة بتشوفك يمكن زي ما انت شايفاها، ولا الأسد بشوفك زي ما انت شايفاه هيك كهيكل يعني. احنا سبحان الله حنشوف هلا انه ربنا أعطانا قدرة في الإحساس البصري نقدر نميز الكائنات بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا، لكن الكائنات الثانية ما بتقدر تشوف الحكي هذا، بتشوف أيوة هالات عبارة عن مجموعة من الأشعة، بتشوف حاجة بتتحرك، حتى بتشوفوا يمكن أيوة إشعاعات مغناطية من الحمراء والزرقاء والخضراء وهيك بتلاقيهم هالة. حتى السمك تحت المية ما بيشوف زي ما أنا بشوف، فكل واحد كل كائن ربنا ركب له العين تبعته بشكل مختلف وإحساسه وإدراكه البصري مختلف عن الكائنات الأخرى، واضح؟ فالفكرة أنه هو بيشوفها كهالة الموجات هذه، وبحس أنه في كائن بده يروح يفترسه أو يروح ينقض عليه، أو زي شفت الوطواط لما بيشوف من الأشعة الفوق اللي هي إيش؟ نعم؟ عن طريق السمع، بس هو زي الرادار. زي الرادار بالضبط، يعني بيشوف كأنه الأشعة الفوق اللي هي الفوق الحمراء، تمام؟ وبتلاقي كأنه مسلط هيك وبيشوف حاجة زي الأحمر، ماشي؟ على العموم يعني بدنا ندخل في العالم هذا كتير كبير، بس يعني كلمحة بسيطة. فالفكرة عندنا من هذا الحكي إنه إحنا كبشر، نتكلم على البشر بس، بيشوفوا نمط الألوان برينج معين، من وين؟ من 400 لحد 700. فعشان هيك انت بتقدري تشوفي اطياف الالوان السبعة، عندك قدرة انك تشوفي اطياف الالوان السبعة. الكائنات التانية لا، ما بتقدر تشوف الحاجات هاي، واضحة الفكرة؟ ف there is nothing special about visible light، فيش اشي مميز في الضوء العادي، except that انه human eye، شوفوا وين السر، انه عينين الانسان are able to sense electromagnetic radiation in the 400 ل 700 نانومتر رينج. هذه الشيء المميز فقط في عدسة إيسا، يعني الضوء ضوء، لكن في شغلات موجودة هالقيت رح نوريكم إياها في عين الإنسان بتخليه يميز هاي الموجات. طيب وحتشوفوا سبحان الله وإحنا بنتكلم من وين طلعوا بفكرة الريد جرين بلو. في هنا كيف قدروا يعرفوا الويف لينث تبعت كل الأموات، الموجات الضوئية أو الألوان اللايتس اللي موجودة عندنا اللي هو السبع أطياف؟ راحوا طبعا في معامل الفيزياء اخترعوا جهاز اسمه سبكترال باور ديستريبيوشن، تمام؟ الجهاز هذا وظيفته انه ياخذ شعاع أبيض ويتم تحليل الويف لينث تبعتهم ويوريكي قديش نسبة الويف لينث من كل موجة، من كل ايش؟ موجة، اللي هي طبعا على شكل منحنى زي ما انتم شايفينها انا برسموها بناء على علاقة ما بين الباور، نسبة الطاقة او اللايت اللي موجود عندنا، والمنحنى الثاني اللي هو مين؟ الويف لينث تبعنا او الموجة الطولية تبعت كل كلر، اوكي؟ فهون على سبيل المثال هذا مخطط بيوريني زي ما انتم شايفين موجات مختلفة، عندنا بنفسجي واحمر واخضر واصفر وازرق ورمادي وغيره، بس هذه الصورة لايش؟ هذه الصورة لتصوير في النهار داي لايت، لمين؟ لمنطقة درجة انبعاث الالوان من الزهور، درجة انبعاث الالوان ايش؟ من الزهور، يعني منطقة صوروا منطقة وحطوا الكلر الجهاز هذا في هاي المنطقة وبدأ يسجل قديش نسبة الألوان الريد والجرين والبلو في هاي المنطقة. يبقى إيش وظيفة السبكترال باور ديستريبيوشن؟ وظيفته إنه يعطيني الكاركترايز ذا الكترو ماجنت
radiation using spectral power distribution. يعطيني خصائص وميزات الموجات الطيفية تمام اللي موجودة في مكان معين في هذا اللايت، في لايت معين في مكان محدد. طبعا بتفرق، بتفرق. لو انا اجيت جبته في غرفة زي هاي نسبة الاضاءة مختلفة، فحيعطيكي الذبذبات تبعت الموجات اللونية مختلفة عن لو انا طلعت برا. واضح؟ هاي الفكرة تبعت السبكتر باور ديستريبيوشن. من هذا الجهاز قدروا يعرفوا خصائص الويف لينكث، قدروا يعرفوا خصائص الويف لينكث. طيب في حاجة يمكن مرقت معنا قبل هيك، إذا فاكرين في السي سي دي لما حكينا عن الكاميرا، فاكرينها اللي هو الشاحن اللي بيخزن الإضاءات داخل الكاميرا، صح ولا لا؟ وقلنا في عنا كاميرات فيها 1 سي سي دي وفي كاميرات فيها 3 سي سي دي، صح؟ والسي سي دي قلنا عبارة عن منشور، بس المنشور ايش بيسوي؟ بيطلع 1 كلر. ممكن يكون المنشور الواحد بيطلع 3 ألوان، هو الريد والجرين والبلو، وممكن يكون المنشور 3 مناشير، كل منشور يطلع لنا كلر. وقلنا اللي بيطلع كل واحد كلر بيكون ايش ماله؟ أوضح في الإضاءة وأوضح في إعطاء اللون من اللي هو ال1 سي سي دي. طب كيف قدروا يطلعوا؟ إذا فاكرين قلنا لكم يطلعوا كل منشور يطلع لون، واضح؟ بناء على إيه؟ حاجة اسمها الدلتا فانكشن. الدلتا فانكشن هذه من وين عرفوها؟ عن طريق الجهاز هذا اللي هو السبكتر باور ديستريبيوشن. قدروا يعرفوا قديش مقدار التغير اللي ممكن يخليني أطلع البلو لحال، قديش يخليني أطلع الريد لحال، قديش يخليني أطلع الجرين لحال، وهكذا. فكل وحدة كل موجة إلها مقدار دلتا معين. فإذا أنا ثبتت الدلتا هاي على منشور، بدل ما يصير يطلع لي الأطياف السبعة، إيش بصير يطلع؟ طيف واحد. واضح؟ بصير يطلع طيف واحد. فإذا أنا طلعت طيف واحد أو 1 كلر من اللايت، فهذه العملية إيش بسموها؟ مونوكروماتيك لايت. مونو كروماتيك لايت، ايش يعني مونو؟ لون واحد، لون احادي. طبعا في الوضع الطبيعي عندنا فيش حاجه عندنا اسمها مونو كروماتيك، احنا بنشوف الاطياف كلها مع بعض، صح؟ لكن من نواحي عمليه وتجارب بقدر انا افصل كل كلر لوحده. وضحت الفكره؟ لايش؟ لاجل احصل على يعني ميزات وخصائص معينه ممكن يستفيدوا منها في تجاربهم. يبقى اوكي، فهمنا ايش هي المونوكروماتيك. هذا ملخص الكلام اللي هان هنا بيحكي لي انه انا المنشور بيعطيني كل الاطياف. كيف بطلع لون واحد؟ من عن طريق اللي هو الدلتا فانكشن الخاصه بكل ويف لينث، بقدر انا استخرج 1 كلر من اللي هو مجموع اللايت الكلرز الموجوده كلها داخل هاي اللايت. تمام، نيجي نشوف شغله. هلا بدنا نتكلم على كيف الانسان بيشوف اللون. يعني لو تطلع انت كيف بتشوفي احمر واخضر واصفر وازرق وغيره من هاي الالوان؟ ايوه، حسب الضوء على مين؟ ضوء العين. طيب في شغله، طبعا انا اكيد لازم ندخل ضوء اللي هو الضوء الابيض تبعنا. جوا في عنا سبحان الله ربنا ايش اعطانا جوا في العين؟ في تركيبه العين اعطانا حاجه بسموها اللي هي هيومن كون، اللي هي الفوتو ريسبتور كون، المجسات تمام او مستقبلات، بسموها مخاريط مستقبله، مخاريط مستقبله. ماشي، في عنا ثلاثه في العين موجودين وين؟ على الشبكيه، موجوده وين؟ على الريتينا فور اي. خلاص. طيب طبعا في اللي هو العصب البصري ومش عارفه ايش عشان ياخذ الكلر اللي انت شفتيه ويقدر يحلل لك اياه. هل انت ايش في جوا؟ ايش الثلاث مخاريط هذولا؟ احنا ما عندنا الوان جوا، فيش عندنا الوان، فيش عندنا قائمه بالالوان عشان نقدر نميز والله شفتي احمر، هذا احمر. ايش ربنا حط لنا؟ حط لنا اللي هم الثلاثه كون هذول او ريسبتور كون، اللي هم عبارة عن ثلاث موجات طولية، ثلاث موجات طولية لونج وميديوم وشورت. واضح؟ لونج وميديوم وشورت، هدول هم
ما خريط. ايش وظيفتهم؟ يتحسسوا لكمية الإضاءة اللي داخلة عندك على العين أو في هذا المكان. طبعا سبحان الله الثلاث مخاريط هذول لو أنتوا طلعتوا عليهم اللونج ماشي بيت اللي هي درجة اللي بياخد الويف لينك تبعت الأحمر، والميديم الويف لينك تبعت مين؟ الأخضر. واللو الويف لينك عفوا أو الشورت اللي هي الويف لينك تبعت مين؟ الأزرق. فمن هيك إجت فكرة الريد جرين بلو لما إجوا عملوها على شكل ديجيتال، أخذوا الثلاث ألوان الأساسية هذه وراحوا إيش عملوا منها؟ استخلصنا منها أديتيف. إيش هاي بتعرفوا إيش الأديتيف؟ إذا فاكرين إنه الريد جرين بلو أنا باخذ نسبة قديش، وهذا سبحان الله هذه شغلة موجودة في طبيعة العين أساسا ربنا أعطانا إياها. باخذ نسبة قديش من الريد؟ قديش نسبة من الجرين وقديش نسبة من مين؟ من البلو، وبنجمعهم مع بعض بخلطوهم. يعني تخيلي ماخدة قطارة نقطة نقطتين ثلاثة من مثلا هاد بعطيكي كلر، صح ولا لا؟ طبعا فاتها بتشوف اللون هاد، بتشوفي نسبة اللون بحسب قديش أخدتي من البلو ومن الريد ومن الجرين. ونفس الفكرة عنا هذا المخاريط بيجيها شعاع ضوئي بتتحسس قديش نسبة الريد اللي هي اللونج وقديش نسبة الميديوم وقديش نسبة الشورت، وبتجمعهم مع بعض وبتبعتهم على مين؟ القيم هاي بتبعتهم أو نسب على العصب البصري، والعصب البصري بروح بحللها. مش في عنا معالجة بروح طبعا سبحان الله بحللها وبخليكي تشعري ومجرد إحساس بالكلر. فأنا اللايت أو الكلر مش شيء موجود مغروس عندنا، هو مجرد إحساس بكمية الإضاءة. وبالشكل بتشوفي الكلر أحمر فاتح أحمر غامق مش عارفة إيش حسب قديش اللي هم المخاريط أو اللي هو الشورت والميديوم واللونج ويف هدول أعطوني استجابة. واضحة الفكرة؟ من هان سبحان الله أخذوا الفكرة وراحوا برضو جمعونا إياها وطلعونا نظام الألوان تبع الريد جرين بلو. يبقى أنا فعليا ما في عندي حاجة اسمها كلر، صح ولا لا؟ ما في عندنا شغلة اسمها ألوان. اللي موجود عندي عبارة عن موجات طولية قديش بيتم تجميع معلومات لإلها بيعطيكي إيش نسبة لهذا الكلر وإحساس بهذا اللون، بعطيكي نسبة إحساس بهذا اللون. عشان هيك في مرة بنات مرة طرحنا الموضوع وصاروا يقولوا برضو شايفين برنامج بيقولوا إنه سبحان الله عين الرجل أو الذكر غير إحساس عين الأنثى بالألوان لأنه مجرد إحساس. فجابوا عنده دراسة قالوا على اللون الأحمر، معرفش أنا يعني يعني إحساس ومجرد إحساس باللون ماشي، لقوا إنه الإناث بيميزوا درجات الأحمر بشكل كبير خصوصا الأحمر. طيب كل الدرجات، أما الذكور هو كله عنده أحمر، مش فارقة عنده أحمر فاتح غامق كذا مش مبين، المهم أحمر وخلص. واضح؟ عشان هيك لما تلاقيه بيقولك أحمر بس فاتح غامق ما بفرقش معه. فهذا سبحان الله اللي هو نسبة الإحساس، هو مجرد إحساس، هاي بدنا نوصله مجرد إحساس بالكلر ماشي. طيب هذا كيف؟ طيب يعني عملوا سيميوليشن، عارفين إيش يعني سيميوليشن؟ محاكاة للحاجة اللي بتصير عندنا في داخل الشبكية باستخدام السبكتر باور ديستريبيوشن. راحوا دخلوا موجتين، يعني موجة موجتين مالتيبل، تمام؟ دخلوا إيش؟ مالتيبل ويف لينكث والتنتين بمقدار معين، واضح؟ وهذا التو ويف لينكث راحوا ايش عمل؟ يعني قسمهم اياه السبكتر باور ديستريبيوشن وقال لهم قديش نسبة الشورت، قديش نسبة الميديوم، قديش نسبة مين؟ اللون كقيم. ولما اجى جمعهم مع بعض اعطاهم الكلر اللي بدهم يشوفوه زي ما بصير في العين بالضبط ماشي. وبرضو جربوها لو انا دخلت مالتيبل ويف لينكث كم كبير من الموجات، بس طبعا اعطوها بطريقه انه ايش تيجي برضو في نفس المكان
طبعا لما يكون في عندي اكثر من موجة او موجتين او اكثر، معنى الحكي بدي ياخذ كل القيم اللي في المنطقة هاي. فبرضه رأوا انه ما بيعملش انه لكل موجة يعني تفاصيل كتير، لا هو في الاخر ايش بده يسوي؟ بدي ياخذ قديش القراءة تبعت الشورت والميديوم واللونج في هذا المنطقة، واضح؟ فبرضه اعطاهم نفس النتيجة. هذا مجرد محاكاة كيف اللي هو الإحساس بالكلر بصير داخل العين. طيب نيجي نشوف شغلة تانية، حاجة تانية بتحكي عن الكوانتيتيف كلر فور فيلم أور أرت. بالنسبة للأفلام واللي بيرسموا لوحات فنية واللي بيلونوا بيتعاملوا مع الألوان بشكل مختلف، مفهوم آخر. ايش بتعاملوا معه؟ بتلاقوا من واحنا في صف اول ولا في الروضة ولا في بصيروا بيقولوا لي علمونا الالوان انواع، الوان باردة والوان حارة والوان مش عارفة ايش في كمان بيقولوا لكم، ايش في كمان؟ ايوه المحايدة، الالوان المحايدة. المهم انا بهمني لقيت الالوان الحارة والالوان الباردة، على اي اساس الوان حارة؟ بس هذا مش هيك، مش شعور هذا، لا هذا مفهوم مختلف. لا من وين اجت؟ انه كل كلر له درجه حراره، كل كلر له درجه حراره. يعني انا بس عشان نشبه شغله، لما تيجي تولع عين الغاز طيب ايش بيطلع لون؟ احمر، احمر او برتقالي. الازرق وقت ايش؟ لما تكون نار عاليه. فهمتوا كيف؟ تكون ايش؟ النار ازرق تحت، بس ممكن كلها تبقى ازرق اذا كانت شده الحراره عاليه جدا، بتشوفيش الاحمر والاصفر. فعشان هيك حتى في النجوم، حتى في النجوم اذا قريتوا في كتب العلوم تبعت الصف الابتدائي بقول لك انا عندي النجوم الوان، في اصفر، في اخضر، في احمر، بتشوفيهم من بعيد وفي ازرق. الاكثر شده اضاءه الازرق، اكثر شده اضاءه الازرق، أكثر حرارة، تمام؟ طلعوا عليهم، بقرأوا في هاي المعلومات وشوفوا كيف بطلع. الأزرق لما أنت بتولع الغاز، إذا عليت الغاز على الآخر معناه عليت الحرارة على الآخر، صح؟ يبقى بشوف الأزرق. لكن اللي بولعوا بالحطب الحرارة مش عالية كتير، بتشوفيها حمراء وبرتقانية، واضح؟ فالألوان اللي لونها أحمر وبرتقاني حرارتها منخفضة، لكن الأزرق حرارته إيش مالها؟ مرتفعة، بيعطي حرارة، نوع من ايش؟ له كمية حرارة عالية عشان تقدر توصل الى اللون الازرق. فهنا بيطلعوا، يعني ليش انا بتكلم في هذا الموضوع؟ من ناحية الفنون والفيديو هذا بيطلعوا على الالوان، على قديش كمية الحرارة اللازمة للوصول لهذا الكلر. انا فاهمة ازرق بارد، بس هو بقول لك بارد من حيث الشعور زي ما انتوا تكلمتوا. انا بتكلم في شغلة كيف احصل على الكلر، كيف احصل على الكلر، فهمت علي؟ يعني انا ليش انا مثلت لك اياها بعين الغاز؟ عين الغاز حراره بيعطيكي الوان مع انه غاز، يعني صح ولا لا؟ بس انا ليش بيعطيني احمر واصفر او برتقالي وممكن يعطيني ازرق؟ الازرق مش على طول بيعطيكي اياه، يعني لما تكون النار واطيه يعني الحراره منخفضه، عند حراره منخفضه بقدر اشوف الاحمر بشكل كويس والدرجات البرتقالي هاي. لكن الازرق وقت ايش بشوفها؟ لما تكون الحراره عاليه جدا. هاي الفكره، معنى الكلام انه انا في عندي لكل كلر نسبه حراره او درجه حراره بيقيسوها بقديش؟ بحاجه اسمها الكلفن، تمام؟ بيقيسوها بالكلفن. يعني حتى الكلر بقدر اطلعها من كم حراره معين، واضح؟ او نجيبها بكم حراره معين. يبقى في الفيلم او المصممين او الرسامين بيشتغلوا على الالوان بناء على used to describe color temperature، بناء على ايش؟ درجة حرارة اللون، بناء على درجة حرارة اللون. يعني هلا ايش في بحكي لي؟ not in computer science، هلا في علم الكمبيوتر اللي احنا بنشتغل عليه. We use different representation called a tri
عفوا تراي ستيمولاس ريبريزنتيشن بيست اون 3 كلر. طبعا هذا هو يعني عند الفنانين بيشتغلوا على الكلف اللي هو درجه حراره الكلر صح، البني ادم على الويف لينث اللي هي اللو الميديوم والهاي، اللو الميديوم والشورت عفوا. عندنا في الكمبيوتر ساينس نشتغل على ثلاثه كلر اللي هم بسموها نظريه الالوان الثلاثيه، اللي هي التراي ستيمولاس ريبريزنتيشن او التمثيل الثلاثي للالوان، هي الريد والجرين والبلو. يعني كل منطقه تتعامل مع الكلر بشكل مختلف او بمفهوم مختلف، واضح؟ هاي الفكره بدي اوريك اياها. فعلى سبيل المثال زي ما قلنا لكم بالنسبه لنرجع ثاني للتمبريتشر، بيقيسوا درجه حراره اللون بالايش؟ بالكلفن. طبعا كل لون له درجه حراره معينه بسموها بتعطيك الكلر البيرفكت كلر، بتعطيك ايش؟ البيرفكت كلر لهذا اللون، زي بسموها الصندوق الاسود. يعني في ايش صندوق اسود؟ بلاك بوكس، انه انا في صندوق وفي قيم ثابته بتعطي الترو كلر او الفول كلر ريبريزنتيشن لمين؟ لكل قيمه، درجه حراره معينه لكل ايش؟ كلر. على سبيل المثال عشان نوضح بس الفكره، اشعه الشمس السن لايت لما تكون الشمس طالعه، واضح؟ الكلر تمبريتشر درجة حرارة الألوان تتراوح ما بين 5400 ل 5600 ديجري كلفن، درجة أو كلفن درجة حرارتها. التنجستون، مين التنجستون؟ اللي هو الضوء اللي فيه سلك التنجستون هذا. طبعا لما بتيجي بتحطيه أنت بتبقى الدنيا صفرة شوية، غير النيون، النيون بيفرق. ايوه اللي زي ضوء النواسه او اللي هو الاصفر هذا اللي بنحكي عنه، في سلك جوا تنجستون، ماشي؟ التنجستون اور او بسموه اللي هو انكاندنسنت لايت، الالكتريك لايت اللي هو الكهرباء اللي بتحطيها انت في البيت، كلر تمبريتشر اراوند 3200 منخفضه شوي، 3200 حراره الكلر بتطلع اقل، عشان هيك ما بتشوف الالوان صح، بتلاقي الدنيا هيك زي يعني شوفوا الجو هذا عصفار شوي بتشوفيها، ماشي؟ لكن كل ما كانت درجة الحرارة مرتفعة كل ما أنا شفت اللون صافي، شفتوا إيش؟ صافي أكتر. طيب وبعدين السن لايت في شغلة بدي أحكي لكم فيها عشان تميزوها هلأ، لما أنا تبقى الشمس طالعة وبرضو عز دين الظهر تبقى مسلطة، بتشوف الكلر أصفر زي ما هو أصفر ولا تشوفيه فاتح كتير؟ إيش بتشوفوه؟ بكون على بياض. أيوة قريب على الأبيض، يعني مش ما بتشوفيه برضو صح، فهمتوا علي؟ فكل ما زاد الفكرة وين؟ إنه بحسب شدة الإضاءة وحسب الحرارة اللي بتطلع بتقدر تميزي الكلر، بتقدر تميزي الكلر، ماشي؟ اللي احنا ايش بنسميها؟ شدة اللايتنس او البرايتنس تبعت الكلر. طيب الفيلم ستوك، ايش الفيلم ستوك؟ اللي هو شريط الفيلم بيبقى موجود بتصور في صور في الكاميرات اللي مش ديجيتال، الكاميرات تبعت زمان اللي كنا نركب فيها كوداك فيلم على سبيل المثال. طيب بيجوا على الفيلم بقول لك هل هذا بنفع تصوري فيه برا ولا داخلي؟ فهمتوا علي؟ يعني الواحد بيجي، كنا لما نيجي نشتري الفيلم ونحطه في الكاميرا كنا زمان نصور عليهم، ايش يعمل؟ يقول لك بدك تصوري فيه برا في الشارع يعني ضوء الشمس ولا على ضوء الاضاءه تاعت الغرفه العاديه. ففي عندي افلام حساسه مخصصه لانها تقدر تصوري فيها على التنجستون او انك تصوري فيها وين؟ في السن لايت. وممكن يكون الكوداك فيلم ممكن يكون بيشتغل في برا وجوا عادي، ما فيش مشاكل، واضح؟ فهذا كلها خصائص درجة حساسية الفيلم للإضاءة، درجة حساسية الفيلم لمين؟ للإضاءة. فهذه كلها بالكلفن، هذه كلها وين؟ هذا في عالم التصوير والفن كيف بتعاملوا مع شدة الإضاءة تبعت اللايت، واضح؟ طيب الفيديو زي ما شفتوا يوم ما طلعنا، يمكن ما بعرف سمعتونا واحنا بنتكلم احنا والمصور ولا لا، في حاجه اسمها الوايت بالانس. ايش الوايت بالانس؟ هل انت مثلا ماسكه كاميرا الجوال تبعتك او الكاميرا تبعتك وفي منطقه
الإضاءة الشمس كانت قوية جدا فيها. فإيش بتشوفي؟ بتشوفي الإضاءة عالية، صح ولا لا؟ طيب لو أنت نقلت الكاميرا زي ما هي على مكان بس كان معتم شوي، واضح؟ إذا أنت ما رجعت ظبطت الإعدادات وما عملتيش وايت بالانس، حتضل كمية الإضاءة اللي أخذتها الكاميرا بالأول فاتحة حتى في المكان اللي كان فيه شادو أو فيه عتمة. والعكس صحيح كمان، لو كنت أنت في منطقة معتمة وطلعت على منطقة أصلا فيها إضاءة وما ظبطت الوايت بالانس، حتبين إيش مالها؟ معتمة، واضح؟ فالكاميرات تبعت الفيديو حطوا فيها خاصية اسمها الوايت بالانس، عشان إيش تعمل؟ موازنة للكلر، موازنة لنسبة الإضاءة، موازنة لإيش؟ لنسبة الإضاءة. يعني أنا لقيت في الغرفة هاي كمية الإضاءة خفيفة، فبتاخد نسبة الإضاءة الموجودة في هاي الغرفة وبتاخدي منها صورة طبيعية. لو طلعتي برا هلقيت نسبة الإضاءة اللي في الغرفة غير نسبة الإضاءة اللي برا، واضح؟ فإيش برجع بعمل؟ قبل ما تصوري لازم تعملي وايت بالانس، موازنة إضاءة. بعد ما بتوازنيها بتاخدي لقطة، تاخدي الصورة فعلا زي ما هي موجودة في الخارج. وإلا إذا ما عملتي موازنة إضاءة حتكون على الإضاءة السابقة اللي هي اللي في الغرفة عندك، وحتبين الصورة كمان إيش مالها؟ عتمة وبنفس تقريبا درجات الألوان السابقة، واضح؟ فكل جهاز ابتكروا له طريقة عشان يحلوا مشكلة اللي هو شدة الإضاءة اللي ممكن تأثر على الصورة. طيب هلا نيجي نشوف درجات الحرارة تبعت الكلر، عشان أقول عشان أثبت لكم إنه أو يثبت لنا إنه الأزرق هو أكثر شدة حرارة، محتاج أكثر شدة حرارة. لو طلعتوا هنا في الصورة هاي هتلاقي إنه أنا عندي مثلا هاي، طلعوا كيف الصورة هاي على صفار أو حمار شوي، معتمة هيك، صح؟ هذا على ضوء إيش؟ الشمعة. هذا على ضوء الشمعة. طبعا ضوء الشمعة إيش ماله؟ لما أنت بتتولعي شمعة إيش بتطلع لون الشعلة؟ أيوة برتقالة، بتطلع زرقاء؟ عمرهاش طلعت زرقاء، لأنه حرارة اللي بتطلع من الشمعة خفيفة، واضح؟ فأنا عضو الشمعة شوف إيش بيعطيني، الأحمر والبرتقالي، تمام؟ قديش درجتها؟ قد كم كلفن؟ 1900، 1900 كلفن. طبعا هنا استخدم إضاءات مختلفة، وهنا طلع مثلا في الشتاء، هذه في الشتاء أعطاكي لون هيك صافي، مش بنقول الأزرق صافي، صح؟ طب أنا من وين الصفاء هذا إجا؟ لأنه أنا في عندي طلع هذا أزرق فاتح، بتبدأ من عند 4100 كلفن وبتوصل للأزرق الغامق، تمام؟ لحد 12000 كلفن. يبقى أكثر شدة حرارة، أكثر كلر بده شدة حرارة هو مين؟ الأزرق، واضح؟ جو بارد. هو أنت لا ما تربطوش إنه جو بارد وجو سخن، لا أنا بحكي كيف بحصل على الكلر، قديش نسبة حرارة أنا بعطيها عشان أوصل للون، فهمتي كيف؟ هاي كل الفكرة في الموضوع. طيب فكانت temperature of the light can result in different effects in the photo and film. طبعا الألوان أو درجات الحرارة تبعت الكلر بتأثر على الصورة بأشكال مختلفة، زي ما أنتم شايفين هان ممكن تعطيك المنظر هذا المعتم، أو تعطيك اللي هو الصفاء شوية في الصورة، ما في هذا الأصفر الأحمر أو البرتقالي اللي موجود على الصورة هاي. طيب في حاجة عندنا اسمها نخلص بس الموضوعين هذول خلص، تمام؟ نبدأ هلا بعد ما شفنا التفاصيل هذه كلها عن اللايت وكيف كل فئة معينة تتعامل مع الإضاءة وبتشوف الكلر. في عندنا حاجة اسمها هارد لايت وسوفت لايت، نوعين أساسيين من الإضاءة، ماشي؟ الهارد لايت اللي هو إضاءة قوية. إيش يعني إضاءة قوية؟ يعني مثلا أنا جبت كشاف، أيوة جبت كشاف وسلطته على هذا الحجر تسليط، فيش اشي بيني وبين اللايت والحجر، فايش بصير عندي؟ كمية اضاءة عالية، طيب؟
وهتلاقي فيه شادو قوي، بعطيك شادو قوي. فأول نوع عندنا اسمه هارد لايت، إنه أنا الإضاءة بتكون مسلطة بشكل مش ضروري عمودي، ممكن تكون بجانب يمين يسار من فوق تحت، المهم مسلطة بشكل مباشر على الجسم. نتيجة التسليط هذا بتكون بقعة إضائية مضيئة بشكل كبير وإلها شادو واضح، إلها شادو واضح. السوفت لايت إيش معنى السوفت؟ يعني ناعم الضوء. كيف يعني ناعم؟ يعني على سبيل المثال أنا الكشاف مش مسلط بشكل مباشر، جبت كلينسة، جبت ورقة بيضة حطيتها ما بين الكشاف وما بين الحجر، فالورقة البيضة إيش عملت؟ شتتت الإضاءة أو وزعت الإضاءة، ما خلتها مسلطة. فلما إجينا وزعنا الإضاءة طبعا تم توزيعها بشكل تقريبا يعني مش حاد بالطريقة هذه على كل السطح، ولكن لما باجي بوزع الإضاءة ما بتكون شادو واضح، ما بتكون شادو واضح. زي لما بتبقي انت الشمس سبحان الله عز الظهر بتلاقي ظلك ايش ماله واضح، لكن لما تغيب الشمس بتشوفي الك ظل، بيكون يعني خفيف، صح ولا لا؟ فنفس الحاجة، فأنا لما تكون الشمس مسلطة أو عمودية أو بزاوية معينة بيكون هذا هارد لايت لأنه بعطيني شادو كبير، ولما تكون الشمس تقريبا بدها تغيب خفيفة أو في غيم واضح ما بتشوفي إلنا شادو، لكن في إضاءة، لكن هاي الإضاءة إيش بنسميها؟ سوفت لايت. وبتكون عندها الشادو مرات حتى ما يكونش في شادو، وأحيانا ممكن يكون إيش دوبنا إحنا بنلمح هذا الشادو. فالسوفت لايت، عرفت إيش الفرق بين السوفت والهارد لايت؟ فالسوفت لايت عبارة عن لايت كامينج فروم أول دايركشن، بيجي من كل الجهات موزع، لكن الإفكت إز سوفت شادو، بيعطيني شادو خفيف أور نو شادو، أحيانا ممكن ما يكونش في عندنا شادو. الهارد لايت، لايت إز كامينج فروم سينجل دايركشن، جاي من اتجاه واحد أور بوينت سورس أو من مصدر معين. The effects are hard shadow، طبعا بيعطيني شادو عالي. هنا في أمثلة نوريكم إياها، هلا مثلا هاي نفس الحاجة، نفس الكورة، هذا ايش مالها؟ في إضاءة مسلطة صح؟ على هذا الجانب، عشان هيك شايفين هذا مضيء أكثر وهذا معتم، ماشي؟ لكن هاي أنا شايفة الجنب اللي هان كويس، صح في عليه شادو بس أنا شايفاه واضحة الملامح تقريبا تبعته، واضح؟ فهذا ايش ماله اللايت اللي حاطينه احنا؟ هارد. هذا اللايت اللي عاملينه سوفت. طيب في عندنا برضه هذا المنظر، هنا في عندنا هذا زي ما قلنا لكم هي رياليزم والبوستر، جاي في عز لقحة الشمس مصوره يعني الصورة هاي عشان اوريك الارهاق والتعب والمجهود، لكن الفكرة وينها لقيت؟ لما انا الاضاءة من فوق حيكون فيها إضاءة قوية، شايفين هذا اللايت أكثر على هاي المناطق، والمنطقة المعاكسة فيها شادو، فيها ظل، صح؟ فمعتمة هنا شوي. هذا اللي هو الدراماتيك، دراماتيك إفكت اللي ممكن يصطنعه، هذا مصطنع الإضاءة. فوين حاطينه؟ هاي مصدر الإضاءة في هذه المنطقة، والمنطقة وبقية الغرفة فيش فيها ضوء بالمرة، فيش فيها ضوء بالمرة. فأنا وين الإضاءة تبعتي؟ في هاي المنطقة، جاي من هذا المكان مسلطة، صح؟ وفي شادو واضح، يبقى هذا إيش نوعه؟ هارد ولا سوفت؟ هارد. هذا برضه إيش ماله؟ هارد، بس لأنه في إضاءة في المكان مش كتير الشادو يعني باين، واضح؟ لكن هاي مبين على جسمه هان اللي هي هاي في مناطق هذه الشادو كتير واضح فيها، واضحة الفكرة؟ فطبعا بستخدمها انا الهارد والسوفت عشان اطلع دراماتيك افكت. وهذا برضو مثال اخر، هذا زي الستوري بورد، يعني بوريكي انه انا الرسمه اللي رسمها على الستوري، ماشي؟ احيانا وانت بترسمي بتلوني، صح؟ فلازم وانت بتلوني قلنا ناخذ بالنا من الاضاءه، اذا فاكرين في الستوري بورد، صح؟ فكيف شكل الاضاءه هنعمل؟ هاي عامل تسليط هان وفي شادو واضح في هاي المنطقة، فمستعمل هارد لا.
اجوا مثلوها او عادوا يعني شكل الصوره بشكل يعني تمثيلي، نفس المنظر اللي هم رسمينه في الستوري بورد طبقوه على مين؟ على الشخصيه اللي موجوده، فاستعملوا هارد لايت. المره الجايه ان شاء الله بنكمل، تمام، اللي هي عند السن لايت، وبنشوف بقيه انواع اللايت.